السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في درس جديد. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض برنامج Advanced System Care. البرنامج ده يا جماعة من أقوى البرامج على الإطلاق في تشريع الجهاز والويندوز بشكل عام. بيشتغل على الملفات الريجستري، بنضف النسخة من أي ملفات ملهاش أي لازمة، بيعمل إشكان على الهارد، بيشتغل معاك كأنتي فيروس. برنامج قوي جدا جدا جدا. كمان هم عملوا عليه تعديلات مؤخرا في الفترة اللي فاتت، عملوا عليه بعض التعديلات وتحديثات كتيرة جدا، وان شاء الله البرنامج هيعجبكم. احنا ان شاء الله هننزل البرنامج دلوقتي وهنشوف ازاي بننزله، والاهم من ده كله نشوف ازاي نعمل تفعيل. نبدأ مع بعض. اول حاجة نفتح اللينك، هتلاقينا حاطط لك الرابط تحت الفيديو، تفتح الرابط معايا. ده الرابط، هتلاقي الرابط مرفوع على جوجل درايف، تروحوا تحمله. طبعا عايز انبه اقول لحضراتكم ان احنا كل اللينكات اللي احنا هنرفعها ان شاء الله هتبقى لينكات مباشره، مفيش اي اعلانات ولا الوش ده كله اللي انت بتشوفه في المواقع التانية. ده اللينك اللي احنا دخلنا عليه. كل اللي انت هتعمله تضغط على علامه التحميل. لو انت منزل برنامج داونلود مانجر هيشتغل معاك في برنامج التحميل، او لو هو مش عندك هيشتغل عادي جدا بالداونلود بتاع المتصفح. تمام، نضغط تحميل ويبدا يحمل. انا طبعا مش هحمل لان انا محمل البرنامج عندي. تمام، هينزل معاك بالشكل ده، ملف مضغوط. هتفك الدق، كليك يمين عليه، اشتراك سهير. تمام، هتلاقي نزل معاك ملفين، ملف للكراك، ملف البرنامج. ملف الكراك ده هو اللي انت هتشتغل عليه بعد ما تشطب البرنامج عشان تعمل التفعيل بتاعه والتنشيط والحاجات دي. نبدأ الأول نعمل شيتب للبرنامج، كليك يمين دبل كليك أو مرتين. هتوافق على الرسالة اللي هتظهر لك لو انت عندك ويندوز 10 أو ويندوز 8.1. تمام، هيظهر لك دول الواجهة بتاعة البرنامج. أنا عايزك تركز جدا جدا معايا وانت بتشطب البرنامج، مش عايزك دايما تعمل نيكست نيكست زي يعني اي حاجة توافق عليها خلاص، لان الحاجات دي مهمة جدا. عشان في ناس كتير بتشتكي انها لما بتنزل اي برنامج بتلاقي في حاجات كتير نزلت معاها وهي مش عارفة البرنامج ده يعني هو برنامج واحد ولا كذا برنامج ولا ايه. فانت لازم تركز انت بتضغط على ايه وبتعمل ايه وعشان ايه. تمام، اول حاجة هتضغط على اي اكسبت اند انستول. تمام، هظهر لك دي الواجهة بتاعته. هتخليه يعمل انستولنج عادي جدا. البرنامج بدأ ينزل معانا هو على الديسكتوب. ده الفيرجن 9. تمام، فيرجن 9. تمام، تعمل فينيش. هتلاحظ هنا نزل معايا أداة اسمها اي اوبت ان انستولر، ودي طبعا هيبقى ليها شرح مخصص بإذن الله. طبعا من الأدوات المهمة جدا والممتازة جدا في ان هي بتحذف البرامج من جذورها. انت عندك برامج بتنزل مثلا بالباتشات بتاعتها، انت عايز تحذف البرنامج بالباتشات بكل الملفات التمب وكل حاجة تخش البرنامج، بتقدر تحذفها من خلال الأداة دي. تمام، وده طبعا الاد اور ريموف بروجرام ما بيعملوش. تمام، اللي هو موجود في الكنترول بانل. كده البرنامج فتح معانا. طبعا زي ما احنا شايفين البرنامج قدامنا، هتلاقي فيه تولز كتيره جدا. ادخل على الاكشن سنتر. تمام، انا مش عايزك تشغل بالك بكل الحاجات اللي موجوده هنا. تمام، كل اللي انا عايزه منك بس انت هتدخل على السبيد اب. تمام، وتعمل تيرن اون اللي هي التربو بوست دي، بتزود سرعه الرامات عندك وبتحسن اداء وكفاءه الرام بتاعتك. تمام، بنعمل تيرن اون. تمام، بعد كده هتدخل على الكلين اند اوبتمايز. ماشي، وهتعمل سيلكت اول. سيلكت اول بس، كل المطلوب منك بس في النقطة دي ان انت تحذف اللي هي الفولنترابيليتي فيكس. تمام،
ليه بقى؟ لان هي التول ديت بتنزل ابديت للويندوز وبتاخد وقت كبير جدا، ويعمل كونكت على الموقع الخاص بمايكروسوفت ويقعد ينزل التحديثات بتاعت الويندوز، فبلاش منها خالص. يبقى انت هتعمل سيلكت اول وهتشيل العلامة دي وتبدأ تعمل سكان. تمام. واحد بيقول لي مثلا انا مش عايز اللغة الانجليزية، عايز اغير مثلا الشيتنج اللغة العربية. تمام. هتدخل على العلامة دي، ماشي، هتلاقي الشيتنج هنا، ماشي، هتلاقي موجود هنا في حاجة اسمها اليوزر انترفيس. يوزر انترفيس هتلاقي اللانجوج، تختار من هنا اللغة العربية، تختار العربية وتعمل ابلاي وتعمل اوكي. هتلاقي البرنامج قلب معاك باللغة العربية بالكامل. تمام. برودي يعني النسخة كاملة مفعلة. تمام. عايز تعرف هي مفعلة معاك لحد امتى، هتضغط على ادارة التراخيص هنا، ماشي، هتلاقي هنا بيقول لك وضع التراخيص ان هو تنشيط يعني منشط، رمز النسخة اللي هو السيريال نمبر اللي انا عملت اكتيفيت بيه، في كمان اللي هو 304 ايام باقية، يعني باقي 304 يوم على ان البرنامج انتهى معايا. تاريخ انتهاء صلاحية الاكسبيريشن ديت عندك اللي هو 20/9/2020، يعني قدامه سنة، معدل سنة من النهاردة. تمام. وهوري لك ازاي تعمل التفعيل دلوقتي. بعد ما حددنا النقط دي هتضغط على الفحش وتبدأ تشتغل. طيب انا عايزك تعود نفسك وانت شغال ما تحاولش ان انت تشتغل على اي برنامج باللغة العربية، خليك دايما باللغة الانجليزية. عود نفسك تشتغل على يعني تفهم المصطلحات بتاعت التكنولوجيا والبرامج والحاجات دي باللغة الانجليزية، لان اللغة العربية اساسا هتحس ان انت يعني فتحس ان في بعض البرامج كده بتترجم ترجمة حرفية، الترجمة الحرفية انت مش هتبقى عارف هي النقطة دي بتعمل ايه، فيفضل انت تشتغل على اللغة الانجليش. تمام. هرجعها تاني زي ما هي، زي ما كانت انجليزي. تمام. طيب دي كده الصفحة الخاصة بالاعدادات. لو دخلنا مثلا على جنرال سيتنج هتلاقي في اعدادات مثلا بقول لك لود اوتوماتيك مثلا ات ويندوز ستارت اب، يعني يفتح البرنامج اول ما الويندوز يفتح هتلاقي البرنامج شغال معاك. تمام. في هنا برضو الريال تايم بروتكتور اللي هي ان هو بيعمل زي الانتي فايروس، شغال زي الانتي فايروس معاك. لو عملت انيبل هنا هتقول له ابلاي. تمام. بس هتلاحظ هنا ان هو كاتب لك كلمة برو، يعني ايه؟ يعني الريال تايم بروتكشن مش هيشتغل معاك او مش هيبقى فعال الا لما تكون معاك النسخة الكاملة، وطبعا احنا معانا النسخة الايه؟ البرو. تمام كده. عندك انا هشيلها. تمام. براوز انتي تراكنج دي بقى حاجات متعلقة بالمتصفحات، الايدج والانترنت اكسبلورر وكل المواقع مثلا اللي فيها اعلانات خبيثة مثلا او فيها هارمفول مثلا او فيها اي انت فيروس او فيها فيروسات معينة مثلا ممكن تنزل معاك، او زي ما بيقولوا الكوكيز، ماشي، انت تقدر تتحكم في الحاجات دي كلها. تمام. في كمان اللي هي سباي وير ريموفال اللي هو ده برضو ضد البرامج الخبيثة او اللي هي مثلا نوع من انواع الفيروسات. تمام. في اللي هي ريجستير كلين، انت بتنضف كل الريجستير، ملفات الريجستير الخاصة بالويندوز. في حاجة اسمها الديبس كلين اللي هو بيعمل جاي فحص عميق للويندوز، ماشي، بيشوف الملفات الخاصة بالويندوز نفسها، يبدأ يعمل فحص لأبعد الحدود، يعني تعمل انيبل اعملها وتعمل ابلاي بعدها، ماشي. في كمان البرايفسي دي برضو حاجات متعلقة بالمتصفحات، دي اللي احنا لغينا التفعيل بتاعها اللي هي الخاصة اللي بتنزل التحديثات بتاعت الويندوز. انا بس في كمان الاوتو رام كلين اللي هي بيعمل تنظيف للرام بشكل اوتوماتيك، يعني مش بس انت هتلاحظ هنا ان البرنامج عامل ايه، شايفين الحتة اللي فوق دي، شايفين الفرشة دي،
الفرشة دي انا لما اضغط عليها كده هيبدأ يعمل عملية تنظيف للرام. الرام بيبقى عليها لود معين، لما بتشغل عليها برامج كتير جدا بتحمل عليها، فبتلاقي مثلا الرام هنا وصلت مثلا 98%، 75%. مجرد ما تضغط على الفرشة دي هيبدأ اللود اللي على الرام يخف، تمام، وبالتالي حركة الجهاز وسرعة الجهاز هتبقى سريعة معاك. نفس الكلام في السي بي يو. هنا السي بي يو اللي هو البروسيسور، انت بتعرف البرامج اللي انت شغال عليها او المتصفحات اللي انت مشغلها او المواقع او كده بتستهلك قد ايه من البروسيسور بتاعك. طيب تعالوا نرجع للصفحة بتاعتنا بتاعت البرنامج. احنا قلنا اول حاجة نضغط على سبيد اب، تمام، نعمل تيرن اون للتربو بوست، نرجع تاني على كلين ونعمل سيلكت اول ونلغي اللي هي العلامة دي، تمام، ونعمل اشكان. بعدها هتعلم على العلامة اللي هي اوتوماتيك ريبير. اوتوماتيك ريبير انت عشان بس لما يطلع اي حاجة وكده يبدأ يصلح لوحده بعد ما يخلص، ما تضطرش ان انت تعمل ريبير بنفسك. في هنا كمان اللي هي الاوتو ريبير اند شوت داون، يعني ابدأ اعمل تصليح للملفات اللي فيها مشاكل، وابدأ بعد ما تخلص اعمل شوت داون للجهاز، اقفل الجهاز خالص. تالت حاجة اللي هي اعمل ريبير وريستارت، يعني يقفل الجهاز ويفتحه تاني. اوتو ريبير اند هايبرنيت، يعني يقفل الجهاز ويعمل يعمل هايبرنيت، يعني هيقفل الجهاز بس كل حاجة تفضل مفتوحة زي ما هي. السليب برضو نفس الفكرة، ان هو بيخلي الجهاز في وضع السكون اللي هو جاي وضع النوم. يعني انت مش هتختار اي حاجة غير هي بس اوتوماتيك ريبير، تمام. لو لحقنا هنا هتلاقي في اللي هي السباي وير اللي احنا اتكلمنا عليها، بيشوف لو في اي سباي وير عندك على الجهاز، بيبدأ يعمل فحص عليه. عندك ريجستيري، ريجستير ايرورز اللي هو بيدخل على ملفات الويندوز، ملفات الريجستير كلها. هنا طبعا زي ما احنا شايفين اللي هي السباي وير مثلا مسك واحد الريجستيري هيبدأ يعمل سكان، دي الملفات اللي هو بيعمل عليها سكان. برضو لو في اي حاجة هيبدأ يطلعها عندك. البرايفيس بيبدأ يشوف المتصفحات عندك، لو في اي مشكلة في اي متصفح عندك سواء كان انترنت اكسبلورر، جوجل كروم، موزيلا فايرفوكس، هيبدأ يشوف البرامج دي كلها. الجانك فايل، في برامج كتير انت بتنزلها من على النت بتعمل لها شيء، طب مثلا بينزل معاها كمية ملفات غير عادية، بتنزل عندك في الويندوز بتلاقي الشيء عندك مليان ما تعرفش من ايه. ده كمان برضو بيعمل اشكان عليها وبيشيلها. انترنت بروبلمز، لو انت عندك مشكلة في الانترنت، في مشكلة في الايباهات، في مشكلة في الشبكة، في حاجة اي حاجة في السيتنج، هو بيرجع الديفولت او الاعدادات الافتراضية الخاصة بالمتصفحات والانترنت عندك. شورت كات ايرورز، يعني اللي هي الاختشارات، بيبقى في اختشارات معينة بتنزل، لو فيها اي مشاكل في الاختشارات دي هو بيبدأ يشيلها. ريجستري فراجمنت، ان هو بيبدأ يعمل اعادة هيكلة او ديفراجمنت للملفات اللي هي ريجستري. في كمان البرفورمانس ايشو، اللي هي مشاكل تحسين الاداء بتاعت السيستم، يعني لو في اي مشكلة في الاداء الخاص مثلا بالرامات، بالبروسيسور، بالجهاز نفسه كحركة الجهاز او كده، بيبدأ يشوف لو في اي مشكلة في البرفورمانس بيبدأ يعالجها. براوزر سكيورتي ايشو، ما مش هتختلف كتير عن البرايفش، تمام. عندك كمان الديسك ايرور، دي من افضل واهم الحاجات اللي موجودة في البرنامج، ان هو بيعمل سكان على الميديا الخاصة بالهارد، لو في اي باد شيكتور موجود على الهارد بيبدأ يعمل عليها سكان. بيقول لك مثلا الهارد ده فيه باد كلاستر مثلا او باد شيكتور بس ضعيف شوية مثلا، ده بيقدر يعالجه. دي حاجة جميلة جدا بصراحة، عجبتني في البرنامج. هو بدأ دلوقتي، هو دخل على الديسك ايرور. طبعا لو في حاجة ما فيهاش مشاكل يعمل لك على مفتاح قدامها. الديسك اوبتمايزيشن ايشو، اللي هي نفس الفكرة برضو، بيعمل اسكان على، بيعمل عملية ديفراجمنت للبارتيشنات بتاعة الهارد، عشان كده هتلاقي الجهاز معاك
هتحس فرق كبير جدا بعد ما تعمل ريستارت للجهاز ويبدأ تبدأ تشتغل عليه تاني، هتلاقي فعلا الجهاز فرق معاك. دي كانت نظرة عامة على الحاجات او التولز اللي موجودة في البرنامج. هو هياخد معاك وقت شوية حسب كمية المشاكل اللي عندك. يعني انت لو عملت البرنامج ده اول مرة، نزلته عندك على الجهاز او على السيستم اول مرة على الويندوز، هياخد معاك مثلا بمعدل ربع ساعة، لان يعني انت هيبقى عندك كمية مشاكل في الاسباير، في الجانك فايل، عندك كمية مشاكل في الريجستيري، في الديسك ايرورز، هتلاقيه شغال معاك في البداية بياخد وقت كتير. بعد كده لما تيجي تشغله كل شهر مرة، مش هياخد معاك الوقت ده كله. انا عندي هنا في مشكلة في الديسك، في الهارد بتاعي، ممكن تكون مثلا من قطع الكهرباء، ممكن مثلا الجهاز كان شغال وقفلت مرة واحدة بطريقة مش طبيعية، فبيبدأ يشتغل عليها ويبدأ يعالج المشكلة دي. دلوقتي هيبدأ يدخل على الملفات الخاصة بالويندوز عندي اللي هي الديسك اوبتمايزيشن، يبدأ يشوف لو في اي مشكلة، عايز يعمل ديفراجمنت الفايلات اللي هي الاساسية اللي تنزل مع الويندوز، اللي هي مثلا في سيستم 32، هوريها لكم برضه. سي ويندوز هي الملفات دي، ومن ضمنها ملف السيستم 32، ده ملف اساسي جدا في الويندوز، لو في اي مشكلة في الملفات ده بيحاول يعالجها. تمام، زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو بدأ يعمل اوتوماتيك ريبير، لان انا معلم على العلامة دي. لو انا مش معلم عليها هضطر ان انا اضغط على الاوتوماتيك ريبير. بيعمل دلوقتي فيكسنج انترنت بروبلمز، اي حاجة بيصلحها بيعمل لك علامة صح قصادها، شورت كات ايرور، ريجستيري دي فراجمنت او فراجمنت، بيرفورمانس ايشو. العلامة دي معناها ايه بقى؟ اللي هي ريجستير فراجمنت دي معناها ان هو مش هتلاحظ ال، شفت كاتب لك ايه، فيكس اون روبوت، يعني هو مش هيصلح المشكلة دي الا لو انت بتعمل ريستارت للجهاز، يعني لازم تقفل الجهاز وتفتحه تاني. في حاجة حابب انوه عليها او انبه عليها، ان انت لما تيجي تعمل ريستارت للجهاز في الحالة دي هتلاقي في ارقام كتير بتعد معاك. الارقام دي شيبه مع نفسه لانه بيعمل عملية الديفراجمنت او بيحاول يصلح الريجستيري اللي كان، اللي هو كاتب لك عليه هنا ايه، ان هو فيكس ان روبوت. تمام، فمحدش يقلق من النقطة دي وشيبه مع نفسه، عشان بس لما حد يجي يقول لك ده الويندوز كان بيفتح وفجأة لقيت شاشة سودا وكلام كتير وبيظهر وارقام ومش عارف ايه، شيبه مع نفسه لحد الاخر، وبعد كده هو هيفتح لوحده، ما تقلقش اطمن. كده زي ما احنا شايفين البرنامج خلص معانا، ماشي، نعمل فينيش، نقفل عادي. هنا هتلاقي طبعا الحتة اللي احنا اتكلمنا عليها، انت تعمل كلين للرامات. ده لو انت حسيت ان الجهاز معاك بطيء جدا تحاول تضغط عليه كل شوية. ممكن نفتح الملف، اديلكم فكرة بس عن البرنامج. في مميزات اساسيه كتير موجوده في البرنامج، ان هو مثلا بيعمل فحش كامل للحاسوب مثلا من خلال مجموعه من افضل الادوات اللي بتعمل على تشريع المجلدات المتكرره، التيمب مثلا، ملفات التيمب اللي موجوده عندك في الويندوز مثلا بنسبه تصل ل 300%، هو فعلا برنامج عامل جدا. في كمان بيعمل مراقبه مستمره لوحده المعالجه المركزيه اللي هي البروسيسور السي بي يو. تمام، وكمان بيعرفك ايه هي الحاجة اللي واخدة، ايه هي الحاجة اللي محملة على البروسيسور او الرامات، عشان تقدر ان انت توقفها وتقدر تتعامل معاها بالطريقة المظبوطة. في كمان العلامة دي اللي هي اللي بتضاف للمتصفح، ان انت بتعرف لو انت داخل على موقع معين من المواقع، والموقع ده نفترض مثلا ان هو في مثلا فيروسات، او في مثلا زي ما انتشر مؤخرا كده فيروسات الفدية، بتقدر تعرف ان فعلا الموقع ده كويس، يعني ما فيهوش اي مشكلة ولا لا. عشان كده بقول لك ان انت هتلاقي طبعا في علامة حمراء بتظهر معاك في الموقع في المتصفح نفسه، يقول لك خلي بالك الموقع ده في مشكلة، خلي بالك الموقع ده سيء السمعة، يعني مثلا في مشاكل، في سبايوير، في ايا كان الملف، فبنبهك قبل ما تدخل على الموقع عشان الاضرار اللي هتيجي من خلاله.
وبكده احنا شرحنا شكل البرنامج، بس متبقي لينا ان احنا نعرف ازاي نعمل تفعيل للبرنامج. هتلاقي في ملف اسمه الكراك، ماشي، هتفتح الكراك عادي، في شريالات، ماشي، وفي ملف الشريال، وفي اللي هو الباتش. الباتش ده انا مش عايز منك غير لان انت بس تعمل كليك يمين على الباتش وتعمل run as administrator. بس انا عايزك قبل ما تعمل الخطوة دي هتقفل البرنامج من على شريط المهام او من على الويندوز تحت هنا، كليك يمين عليه تقول له ايه exit. تمام، كل اللي انا عايزه منك ان انت تضغط على الباتش كليك يمين وتختار run as administrator، ماشي، توافق على الرسالة اللي هتظهر وتضغط على باتش ناو. تمام، وكده هيتفعل معاك البرنامج. انا طبعا مفعله عندي قبل كده. هتعمل كلوز، طبعا هقولك ثانك يو ويل اوتوماتيك ستارت، ان هو هيبدا يشتغل اوتوماتيك بعد عمليه الباتش، البرنامج نفسه هيشتغل معاك. تمام، الحاجه الثانيه ان انت بتعمل بلوك هوست. ايه هو البلوك هوست ده؟ ان انت بتقفل الكونكشن ما بين الموقع وما بين البرنامج، لان انت لو ما قفلتش الكونكشن ده البرنامج هيعمل اتصال بالموقع ويبدا يعمل ابديت او يبدا ينزل التحديثات اوتوماتيك من الموقع. كل ما ينزل اصدار جديد البرنامج يبدا يعمل ابديت لوحده. مجرد ما البرنامج يعمل معاك ابديت لوحده هتلاقي ان البرنامج الباتش بتاعه اتغير، لان الباتش ده نازل لفيرجن معين، مثلا فيرجن 9. لو الموقع نزل عليه فيرجن 12 مثلا او 13 هتلاقي الباتش ده مش شغال معاك، وبالتالي البرنامج هيتحول معاك للنسخه التجريبيه اللي هي 30 يوم، وبالتالي مش هتقدر تستفيد من كل التولز اللي موجوده في البرنامج. فاحنا بنقفل الهوست. ايه هو الهوست ده؟ احنا ان شاء الله هنعمل درس مخصص للهوست بالكامل، نشرح فيه الهوست وملفات الهوست، وازاي بتفعل الهوست بتاعك على الويندوز، وازاي بترجع الديفولت بتاعه لو انت عملت عليه اي تعديلات، سواء كان في ويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10. انا الاول هوري لك المشار بتاع ملف الهوست اللي موجود عندك على الجهاز. هو بتدخل على ماي كمبيوتر، شي، بندخل على ويندوز، هتلاقيه موجود في سيستم 32 درايفر اي تي سي الهوست. هو ده ملف الهوست بتاعي. هنفتحه ازاي؟ نضغط عليه دبل كليك ونفتحه بملف تكست اللي هو النوت باد، ماشي، نعمل اوكي. ده في عناوين اي بي هنا، تمام، وهتلاقي كمان هنا الاي بي اللي انا حاطه ده كنت انا حاطه علشان برنامج الكامتاجيا. في برامج كتير طبعا انت ممكن تحط الهوست هنا، بتحط الرابط بتاعه الهوست عشان تقفل الكونكشن ما بين الموقع ما بين البرنامج. نفس الموضوع ده بنعمله في برامج الداونلود مانجر، لان انت عارف ان برنامج الداونلود مانجر بيبوظ معاك بعد 30 يوم او بعد فتره معينه من لما بينزل نسخه حديثه. لو انت عايز تقفل الموضوع ده ممكن تقفله عن طريق الهوست، وما تخليش الداونلود مانجر يعمل كونكت بالموقع بتاعه ويبدا ينزل التحديثات تلقائيه. تمام، ودي ان شاء الله هشرحه في شرح قريب جدا ان شاء الله. ازاي بتعدل على الهوست؟ احنا دلوقتي حاطين باتش، الباتش ده هو اللي هيعدل اوتوماتيك في الهوست. الملف اللي انا منزله اللي هو الخاص بالهوست، تمام، اللي هو بلوك هوست، هتعمل برضو كليك يمين عليه وتقول له run as administrator، تقول له yes، هيبدأ يشتغل معاك. وهو كده خلاص دخل على ملف الهوست اللي موجود على الويندوز في المسار اللي انا وريته لكم. تعال بقى نشوف هنا لو انت عايز تشتغل الموضوع مانوال ولا بالباتش ولا بالبلوك هوست. انت هتفتح ملف الشريالات، ادي الشريالات اللي موجودة، ده الشريال اللي انا عملت بيه اكتيفيت. تمام، هنا هتلاقي شريالات يتم تحديثها بشكل مستمر. تعمل على تعمل مع الملف الدفعي اللي هو بلوك هوست ده، بنقول عليه الملف الدفعي. طبعا هتلاقينا حطيت لك المشار بتاع الهوست هنا، تمام، اهو في الشي في الويندوز سيستم 32 درايفر اي تي سي. وبعد كده ادي روابط الهوست، ان انت هتاخد ده كده كوبي، كليك يمين عليه تقول له كوبي،
تمام، ندخل على الباش بتاع اللي احنا كنا فيه، شي ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي هاش. نفتح بالنوت باد مثلا، ننزل تحت هنا بنعمل كليك يمين في اي مكان عادي، نعمل بيست هتلاقي ننزل لك الاي بي اللي انت خدتها، بتعمل ايه سيف. هي دي النقطة اللي انا بتكلم عليها، تمام، ان انت لما تيجي تنزل الاي بي او كده هتلاقيه فتح لك صفحة جديدة ويقول لك انت عايز تسيف فين، هتقول له مثلا وليكن على الديسك توب، ماشي، بس هو هينزل معاك بامتداد التي اكس تي، هتقول له سيف، تمام. بعد كده هنحذف ملف الهوست ده خالص، شيفت ديليت، ماشي، واعمل عرض للامتدادات الخاصه بالملفات بتاعتي عشان اشوف الامتداد بتاع الملف بتاع الفيو، واقول له مثلا هايد، انا شلتها من هنا، هي كانت موجوده، انا هشيلها اللي هي هايد اكستنشن، واقول له اوكي عشان اشوف الامتداد. هنا ده ملف الهوست اللي انا كنت فاتحه دلوقتي، انا لو فتحته تاني هتلاقي ايه كل الروابط موجوده، بس انا مش عايز التي اكس تي ده، فهقف عليه كده، هعمل كليك يمين واقول له رينيم، اعمل اعاده تسميه للفايل، واجي في الاخر كده واحذف التي اكس تي، واعمل واحذف كمان الدوت، واعمل انتر. مجرد ما تعمل انتر هقول لك انت متاكد ان انت عايز تعمل التغييرات دي وتشيل وتحذف الاكستنشن اللي كانت موجوده، هتقول له يس، تمام. بعد كده تعمل كليك يمين عليه تقول له كات، وتبدأ تحطه تاني في ملف الاي تي سي، كليك يمين بيست، تقول له كونتينيو، تفتح الفايل، تفتح ملف التكست، هتلاقي الايفوهات اللي احنا كنا حاطينها، تمام. طبعا انا شايف ان الموضوع ده يعني اطول شوية، بس هو اسهل حاجة انت هتعملها، احنا سهلنا عليك الموضوع جدا، انت هترن الباتشات وترن البلوك هوست، بس انا ده انا حبيت بس اوريه لك عشان لو انت عندك مشكله في الباتشات او عندك مشكله في ملف الهوست عندك على الجهاز، تقدر تعمل الموضوع مانوال بايديك، سواء كان تفعيل من خلال البرنامج الادفانسد سيستم كير، من خلال السيريال نمبر، او من خلال انت تدخل على المسار ده وتبدا تحط الاي بي هات دي علشان البرنامج يبدا يشتغل معاك فتره كبيره بدون اي مشاكل، وتقدر تستفيد من كل التولز اللي موجوده فيه. اعتذر على الاطاله، وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده، وان شاء الله في الدروس اللي جايه باذن الله هنزل لكم الاصدارات الاحدث اللي موجوده على الموقع حاليا، اللي هو فيرجن 12 وفيرجن 13، ولو في اي اصدار جديد ان شاء الله باذن الله هبدا انزله لكم بالتفعيل بتاعه، ولو التفعيل بتاعه لسه ما خلصش او كده مش هنزله لما يكون ان شاء الله التفعيل جاهز، وان شاء الله نشرح برضو البرنامج اللي هو اي اوبت ان انستولر، دي برضو اداه او تول من التولز اللي بتنزل مع البرنامج. نتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده، وان شاء الله يعني استنونا ان شاء الله في الفتره اللي جايه بفيديوهات جديده، ولو عندك اي كومنت او اي استفسار تقدر تحطوه لي تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.